صوتها ما يكسر معك. يا هلا جديد والله، حلقة لحالها تحت الهواء لازم نسويها. عموما في ساعة شباب كنا على فكرة احنا في نقل مباشر عشان بس تكونوا في الصورة لحدث جدا مهم، وهو بطولة الملك سلمان للشطرنج. اللي حاب انه يكمل ويتابع هذا الحدث تقدروا تتابعوه على قناة LBC، ما زالت مستمر البث فيه، بس انا انصحكم لا تغيروا قناة روتانا الخليجية، خلصوا برنامجنا وبعدين نروح تعال كل شيء. بالضبط، خصوصا حلقة الفقرة هذه فيها شيء مرة جوسي، فيها حاجة يعني معلومات جيدة ممكن تخلينا نراجع نفسنا في تصرفاتنا مع اللي حولنا. لماذا لم نعد نهتم؟ هذا هو محور حديثنا والاساس اليوم، يعني يدخل فيه التعاطف والتراحم والشفقة أوقات في بعض المواطن بين أفراد المجتمع، بين الناس وبعضهم بين الأصدقاء. في أي مجتمعات صغيرة بنلاقي هذه النظرة، ومو كلام ولا هو حركة، هي ممكن تكون نظرة، ممكن تكون بأي إيماء آخر. هذا اللي حنعرفه أكثر، يعني طرقها صحيحة. سمعت التنهيد اللي طلعتها أول ما قلت لماذا لم نعد نهتم؟ ليش؟ والله يعني صراحة أتوقع لما يغيب التعاطف بين الناس في العلاقات الاجتماعية تبدأ تظهر هذه المشاكل. ممكن يكون بعض الاهتمام أداء واجب أو رفع عتب بيننا وبين الأشخاص المقربين مننا، ولكن في الفترة الأخيرة، وأنا راح أقول البعض مو الكل، أصبح الاهتمام مصلحة في النهاية. هنعرف هذا كله وأكثر مع الأخصائية النفسية روان بندقجي. هلا فيك معنا روان. قلوبنا مليانة واضح صح؟ الموضوع يعني على الجرح، عرفتي؟ ولكن في البداية نبي نعرف يعني هل التعاطف أساسي في نجاح العلاقات الاجتماعية ولا لا؟ طبعا التعاطف يعني مظلة كبيرة ويدخل تحتها أشياء كتير زي ما قالت راد، أفعال أقوال، أنك أنت تكون موجود. يعني كم من مناسبة تلاقي فيها أشخاص جايين يفرحوا لك ولا يواسوك، بس فين التعاطف؟ تبطن بحاجات ثانيه. ايوه يعني فين التعاطف؟ فين الاحساس انه هذا الشخص من جد يعني في الاشياء فقدنا الاتصال اللي هو فيه له معنى المعنوي اللي هو بالتعاطف. بالتعاطف يعني صارت الاشياء دائما سطحيه، صاروا الناس ما يحبوا يدخلوا بعمق، لا في علاقات، لا في كلام، لا في تهنئه، لا في عزاء، صار الموضوع سريع، ممكن رسالة خلاص وصلنا الموضوع، ما تحس من جد الشخص موجود، ما عاد صار في ترابط، ما عاد صار في محبة، ما عاد صار في، حتى لو كانت المحبة الموجودة تحسيها أصبح فيها تبلد، أصبح فيها فتور، أصبح فيها رتابة حتى في التعامل. اللي بنلاقي بيننا وبين بعض بس بنحاول إنه إحنا نجامل، نأدي واجب، نخلص اللي علينا، عشان يقال علينا إنه والله جاء وجب. التبلد هذا اللي حاصل اكيد له اسباب مره كثيره. انا من وجهه نظري الشخصيه اعتقد انه الانترنت والسوشيال ميديا والتكنولوجيا خلتنا بهذا البرود وبهذا التبلد. بس قد ما هي كانت فائدتها انه تواصل المفروض، بس هي بس ادينا ايش حقيقه يعني هذا التبلد كمان وصلنا لهذه المرحله. طبعا ايوه، شوفي يعني دائما انا اقول الشخص نفسه لما انت تروحي زي ما بيقول صار الواحد يتواصل عشان بس يشيل العتب ولا بس يعمل الواجب، اذا انت ما حسيتي انه انت وصلتي كده، حسيتي احساس انه انت تواصلتي مع هذا، كنت معاه متصله على ليفل ثاني، صدقيني هو ما وصل له نفس الاحساس، وصل له نفس احساسك اللي هو يلا خليني اروح ادي الواجب. فالواحد يبدا من نفسه، الواحد يكون متصل مع نفسه، صادق مع نفسه، مع احساسه، انا ايش ابغى اوصل، انا ليش رايحه. هنا تبدا العلاقه تصير صادقه. صح، الناس نسيوا الاساس وصاروا يهتموا بحاجات، صاروا يهتموا بس الناس ايش حيقولوا عني. مو بس كذا، احيانا احس انه بعض الشخصيات يمثلوا دور الاهتمام بس عشان يعني هذه قولي الكثير من البعض، قولي الكثير، انا اعطيك الكثير. اوكي حلو، كثير يمثلوا فعلا دور الاهتمام وهم مو حاسين فيه ولا بيشعروا فيه من اساسه، بس انه والله ترى انا مهتمه، ها يعني انا ارسلت مسج او انا اتصلت او انا سالت في وقت مرضي، مو من قلبي يعني، ترى انا بس مهتمه، بس هي في النهايه كله بيكون تمثيل. هل احنا مضطرين انه نحن نمثل حتى في مشاعرنا؟ هل فعلا مضطرين انه نوصل لهذه المرحله؟ في ناس بيمثلوا وفي ناس من جد فقدوا هذا الشيء، صاروا ما هم عارفين اصلا كيف يكونوا صادقين في هذه الاشياء. فبس بيسووا اكت، يعني بيسووا فعل. يعني مو كل احد بس بيمثل، من جد في 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 جيل دحين تحسي خلاص هو حسب كذا الموضوع يمشي. انا رساله وارسلها وانا صادقة. فهو مو بس انا بمثل، هو من جد هو ما هو حاسس اصبح متأصل فينا يعني الأشياء. ما هو عارف ايش يعني يكون جنون، ما عارف كيف يكون صادق في مشاعره.
فهمتي؟ فأنا مو بس أقدر يعني أحزن عليهم أكثر من ألومهم. بس أتوقع أنه نحن وصلنا لمرحلة نعرف اللي يمثل من صح. الصادق في المشاعر هذه تحديدا والاهتمام بصفة عامة. صحيح. والله وانا هنيم يعني، واتوقع هذه الاشياء ما حد يوصل لها الا بعد خبره طويله في العلاقات الاجتماعيه. احنا كجيل معليش انا وانت وروان اعتقد ممكن احنا في وعي كامل ومستوعبين انه او نقدر نحدد مين الشخص اللي السوي من الشخص اللي بي بي بيفيك التعامل. يس. الجيل اللي بعدنا هو الاساس، هو المصيبه الكبرى اللي جايتنا من بعد كذا، انه حيصير فيه اندثار للمشاعر تماما بالضبط بوجود السوشيال ميديا. في جيل دحين يمكن احنا بعدنا اللي بعده صار ما في حتى لما يبداوا علاقات انهوا علاقات بسكوت بانسحاب. والله انك صادق. بمسج يعني زمان ما كان كذا، كان الواحد يقعد يتكلم يتفاهم يرتب كلام مشاعره، دحين صار كل شيء سهل. التعاطف بلوك. والشفقة عشان نوضح للناس اللي ما هي مستوعبة، اللي وصلوا زي ما قال رمي نوجه لهم تحية، بس اللي ما قدروا يوصلوا لمفهوم التعاطف والشفقة بس نفرق بينهم ونعرف ايش ممكن نعرف اكثر عنهم. دائما هذه يعني الناس اللي ما يعرفوا الفرق بين التعاطف والشفقة هو اللي يعمل بعض المشاكل في العلاقات. انا لما اتعاطف مع شخص انا احس باحاسيسه، انا حاسة اعرف وجهة نظره، فاهمة من فين جاي، ايش الاحساس اللي هو واصل لي. الشفقه تعتبر كانها يعني تراجع في العلاقه. ليه؟ لانه في الشفقه انا لما اشفق على شخص حابدا احس باحساسه ومشاعره ونفس السلبيه اللي هو فيه او المشاعر اللي هو غاز فيها انا نفسها حدخل فيها نظره، فحنسى ما اقدر اسحبه، ما اقدر اساعده. ففي شيء في النص بينها اللي انا فاهمه وانا حاسه وانا في مكانك، بس في نفس الوقت ما يعني تشتت لدرجه اني انا ما اقدر اساعدك. تدخل فيها نظره دونيه للشخص الاخر، يعني انت تشفق عليه انه بدل ما تعطي له القوه انه لا يمديك تقوم من اللي انت فيه او تتحرك. أيوة. فهذه انت بتنسحب معه. وتجد اتوقع انه كثير من الناس ما يحبوا الشفقه او انه احد يشفق عليهم او يتعاطف معهم، وهذا جزء كبير خصوصا اذا كان هذا الشخص مكسور او شخصيته بنفسه جدا ضعيفه. صحيح؟ طب خلينا ننتقل لموضوع ثاني، هذا الموضوع لعبتي. لعبتي الصراحة، بما اني ذكرته من البداية وقلت انه في نوع من انواع الاهتمام يسمى باهتمام المصلحة، انه انا اهتم بشخص الين يعني اخذ منها اللي ابغاه وبعد كذا مع السلامة وراح كل الاهتمام. هل هذا الشيء ممكن يكون تحسس في نفسية الشخص، او ممكن يكون عنده خلل نفسي لازم يروح لاخصائي نفسي عشان يتعالج بالنهاية؟ ولا واحد اللي الاهتمام المصلحة. اوكي، اللي هو بيقدم اهتمام عشان وراه نية مصلحة. بالضبط. يعني انسان متسلق، يعني هذا نقدر نقول عنه انه هو بيحاول يوصل لهدف معين. ما عنده، وترى هذا هذول الناس اللي يتعبوا، لانه بعد كده حتى لو بيحاسس احساس صح ما يقدر يوصله. ما في اي احساس ما في مشاعر، ما في مشاعر، ما عنده مشاعر خلاص يعني خاليين المشاعر. بيمثل يوصل لمرحله انه ما يقدر يحس الاحساس الحقيقي. وعنده خلل نفسي ولازم يتعالج. صحيح. ممكن. لا يعني حقيقه هذا هل يعتبر من الانواع الخطيره اللي لازم يروحوا يتعالجوا؟ خلته نوع خطير وخلته مريض نفسي. هو ممكن ترى الانسان اللي دائما يستغل الناس. ايوه، هذا عنده نقص. بالضبط، يعني لما يكون عنده خلل معين. عنده خلل. ايوه، ما عنده علاقات سويه. السالفه الاساسيه كمان انه يعني احنا لما نقابل هؤلاء الاشخاص هم موجودين في حياتنا، موجودين ما نقدر ننهيهم، لانه هذه طبيعه بشر وانماط مختلفه في حياتنا. صحيح. فما نقدر انه احنا ننهي تماما. صح. نمط متاصل في حياتنا وفي كل شخص مصلحجي صغير فينا، لا نضحك على بعض. هي المصلحة حلوة. أيوة. والعلاقات أنا أقول لك أبداً، أنا بفصل لك. العلاقات مبنية على الأخذ والعطاء، في منها تدخل مو المصالح ولكن أنا إيش ممكن الشخص يضيف لي وإيش ممكن تبادل منافع. تبادل يس. منافع. ما هو يعني البنفيتس مهمة طبعاً. هو شيء مهم دحين أصلاً صار ترند، الناس دائماً بيتكلموا على نبعد عن السلبيين في حياتنا. الحين 2018 جاي يلا نشيل الناس. هذا اللي أنا قاعد أقوله في البداية. أيوة، هذه كلها أشياء الحين صار حلو، بس في نفس الوقت صارت تخلي العلاقات انه معادله، تعطيني اعطيك، تفيدني افيدك، تقعد مع بعض ما بيننا كذا لا. فهذا ممكن يعني هي مع الحفاظ بالزبط. مع الاساسيات والاحترام اكيد لابد وجود الناس المضحكه او المبتسمه دائما وابدا، بس صادقه الاحترام واجب، ما تكون مبنيه بس على هذا الاساس. صادقه الناس معقول في ناس تاخذها، في ناس ما تفهم وتاخذها بهذه الطريقه.
ممكن بليز يعني انا ما قصدت كذا انه تاخذوها مصلحه يعني هذه مشكله. لا اكيد. طب نتكلم عن نوع ثاني من انواع الشخصيات. اليوم عندنا كل انواع الشخصيات. الاشخاص اللي ما يعرفوا انهم يعبروا عن حالاتهم ومشاعرهم، نقدر نقول هل هم يعني اكثر الاشخاص اللي يعانوا في حياتهم؟ يعني ما نعرف متى يكونوا سعيدين متى يكونوا حزينين، هل هم اكثر من يعانون ولا الاشخاص اللي يعبروا هم اكثر من يعاني؟ هو دائما الصمت بيحمل يعني معاني وكلام كثير اكثر من الواحد اللي بيتكلم. صح. فدائما في الصمت في رساله. فمثلا في علاقه، في علاقات بين اشخاص معينين، لما طرف ياخذ الصمت هذه رساله اقوى من الكلام. بس في نفس الوقت ما نقدر ناخذها طريقه، لانه بتدمر اشياء كثير. ما يقدر الواحد يكون حياته انه والله انا ما اقدر اعبر عن فرحي، ما اقدر اعبر عن زعلي، ما اقدر اعبر. طب الشخص اللي قدام كيف حيتواصل معاه؟ ما يكون في تواصل بالضبط. فحيبدا يصير شويه منعزل، فهو ما هو اسلوب دائما صح. في بعض المواقف ممكن يكون الصمت افضل. بس لازم يكون في طريقه سليمه للتعبير على الشخص. طيب الاشخاص اللي نمسك هؤلاء الاشخاص او هذه الفئه من الناس واللي تحترم كامل الاحترام، لانه هذه ممكن تكون طريقه لهم ولا يعرف، مو بس ما يعرف يعبروا، اسلوبهم في الحياه الكتمان او ما تعلموا طريقه صحيه ثانيه. يس في الغالب. لانه في كل الحالات لابد الواحد يتعلم عشان يعبر. كيف ممكن يخرج من هذه؟ هو يبغى يخرج لكن بطريقه سليمه ما تؤذي مشاعره. يا طراد معظم الناس ما يعرف يعبروا. ليش؟ ليش؟ بسبب الخوف. انا اخاف اخسر اللي قدامي. ايوه صحيح. فانا ابدا اكون يعني اكتم، احط الموضوع جوا من خوفي من اني اعبر عن اخسر هذه العلاقه. بس فدائما يكون اساسها الخوف. يعني لو اضفنا الشجاعه تكون محلوله. بس انا اتكلم على الاشخاص اللي طبيعتهم ما يعبروا او كتومين، او من الناس اللي تعرف في ناس كذا ما تتكلم. صحيح. هي طبيعتها كذا جبروت سبحان الله، تلاقيه قوي ما يتكلم. يس. ويصمت يصمت ويتحمل كثير. كيف ممكن يخرج عن صمته ولكن بطريقه كمان ما تجرح كيانه وهيئته كانسان صامت في الاساس؟ ايش ممكن يسوي؟ يعني مو لازم يجرح، مو لازم الصمت يكون يكسره بعكسه تماما. بس في طرق معينه الواحد يبدا يتعلم، لانه الواحد لما يبدا يشوف انه انا صامت، طب انا ما قدرت اتواصل مثلا مع اهلي، ما قدرت اتواصل مع اصحابي، ما قدرت، في نمط معين، خلل معين في علاقاتي كلها بسبب صمتي. هنا لازم انا اخرج من الموضوع. طب يبدا بالاقارب، الناس القريبه يعني؟ يبدا بالناس اللي هو يرتاح معاهم، اقرب. لانه ما حيقدر يجيب احد غريب ويسوي عاده جديده. طبعا. فيبدا بالاقرب. طبعا روان، ودائما ايضا بنسمع انه اذا شعرت بالاخرين في المقابل الاخرين حيشعروا فيك. الى اي مدى واي حد هذا الكلام مريح وحقيقي؟ هل هو حقيقي او كلام بنسمعه بس؟ هو يعني كلام حلو، بس الواحد اذا انا عن نفسي انا رايي الشخصي انه اذا انا حسيت والله انه انا اذا شعرت بالشخص ولازم هو كمان يشعر بي، طب ممكن انا شعرت بي بس هو ما شعر فيا، فهل هذا حيسبب لي خيبات امل؟ لا طبعا. فاحنا ما نبغى نوصل لدي المرحله، يعني انا احط امال عاليه انه لا، كل ما انا حفهم احد الناس حيفهموني. ما اعرف، دائما لا تخلي سقف توقعاتك عاليه بزبط. بالناس عشان لا تنصدم بالنهايه. هذا اللي نقدر نختم فيه هذا. يعني انا اشعر بالناس عشان حلو اني انا اكون كونكتد، عندي مشاعر بالزبط. بالنهايه مشاعر صحيح. حقيقيه معنا سواء هم شعروا بها او لا، بس انا المهم شعرت بها وكنت انسان حقيقي. صحيح. شكرا لك روان بندقجي. اليوم الموضوع على الجرح، وان شاء الله الناس تستفيد من هذا الموضوع. اهتموا، ولكن كل شيء اذا زاد عن حده راح ينقلب ضده. صحيح. اكيد. والاهم من هذا كله ايضا احنا بنضيف جمله اخيره بس، الحياه قصيره، لا ما تتحمل انه احنا لسه نقعد نصارع بيننا وبين نفسنا. اكسروا الخوف زي ما قالت استاذ روان، واكسروا الحواجز اللي انتم بانينها لنفسكم من لا شيء، اوقات تكون فعلا وهميه. انطلقوا في هذه الحياه، الحياه حلوه. نرجع بعد الفاصل عشان نحلل البرنامج اكثر بفقراته. يعطيك العافيه.